22 دقيقة بعد الساعة 10 نعود لمواصلة اللقاء معكم مستمعينا الكرام. وأبرز حدث في الفيسبوك خلال الأيام القليلة الماضية هو الخبر الذي يؤكد استدعاء الإعلامي سمير الوافي من قبل النيابة العمومية، وحاليا موجود لدى النيابة كما قلت في قضايا تهم التحيل والرشوة أيضا، هذا إلى حد الآن رغم أنه الموضوع لدى القضاء، لكن هذا الحديث اللي قاعد يدور. أخبار عمل ضجة إعلامية كبيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر بارتو، دونك بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي من أجل جرائم تبييض أموال وتحيل حسب ما أفاد به الناطق الرسمي هذا باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي اللي هو سفيان سليتي، اللي أوضح أنه تم إنهاء الأبحاث المتعلقة بالمتهم سمير الوافي من قبل الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي. هو عماد شفنا قبل زادة حاجة مشابهة لسمير الوافي في حكاية متاع رجل أعمال في فرنسا وعلاقة مشبوهة، التوى من ضمن برشا إعلاميين يتجبد اسمه هو بركة في الحكاية، أكيد فما ملفات. وفي نهاية المطاف هو باش أفاد معناه السؤال اللي يبقى مطروح لدى المواطن التونسي ولا دورته برشا مواقع التواصل الاجتماعي، سمير الوافي باش أفاد الإعلام التونسي وباش نور التوانسة. نحكيه توا على القضية متاعه هو ملول شنية، ومن بعد نحكيه على سمير الوافي كإعلامي. دونك توا فما مساعي حثيثة باش يخرجوه عماد قبل العيد، وناس تقول انه لمولو الفلوس لمولو مليار تقريبا، دونك هي ما القضيه هي قضيه ابتزاز في حكايه رجل الاعمال. دونك قبل ما يتوفى رجل الاعمال هذا كان عنده دب ومتاع شراب حاشا هالشهر، كيف توفى معناها وقفت الرخصه، مرته حبت تحل جروسيست في مكنين، حبوا يسترجعوا الرخصه، هو باش يتوسط لها في الرخصه هذه، اخذ العموله نتاعو على مراحل وصلها ل 850 مليون. دونك هذه هي القضيه المشدود فيها. دونك فما مكالمات مسجله، وحتى لي بيي دافيون نتاع طياره نيميرو تي نمرهم شدوه معناها بالبروفه، واخر الحيثيات اليوم عماد تقول الا هو معناها حب يسوي الوضعيه نتاعو معاها في الاخر، اعطاها شيك قيمته 250 مليون، والشيك هذا استعملوه كبروفه معناها هي مدته كبروفه. دونك توا نحكيو شويه على سمير الوافي كاعلامي. دونك اون فان كونت ماهوش معناها هيك القامه الصحفيه الكبيره ولا القلم الفذ، لا هو محمد حسنين هيكل ولا هو باش يولي حمدي قندي معناها الحقيقه. فهمت؟ هذا لو ماهوش شماته معناها ربي يفرج عليه ان شاء الله. اما الاعلامي عماد كيف يخرج على الحياد نتاعو مهما كان الموقع نتاعو، اذا كان هو باش ينحاز ويدخل في حوايج كيما هكا الحقيقه السماح معناها. والغريب انه يجي في التلفزه، باش نفكر السيد المستمعين بحاجه، جاي في التلفزة في وقت معين ويحكي وينظر داير نتفكروا ما عادش كانت تفكر هيك مصيبتنا لا، وسمى العباد بالاسم بالاسم وحكي على ناس معقدة وناس بيها وناس عليها في أكثر من مناسبة. بالضبط داير كانت تفكرش في عماد قبل ما تصير له المشكلة الأولى متاعه، طلع وقال إنه باش يعمل جريدة وقتها وباش تكون ساعقة وباش يتم من خلالها كشف الفاسدين وكذا وكذا. دونك ألوركو هو معناه السيتافيري ما فماش منها الحكاية من بعد، ويمكن الهدف منها كان الابتزاز. هذه شنو نقلت مواقع التواصل الاجتماعي. حكاوا زاد المواطنين شويه على العرس نتاع سمير الوافي والبهرج اللي شافوه في العرس، وكيفاش تهافتت الشخصيات كلها براتيكمون باستثناء رئيس الجمهوريه باش حضروا للعرس نتاعه، وهنا برشا نقاط استفهام. هو يقول انها علاقات معناها عاديه تربطوا بهم بحكم انه يستضيف فيهم في حلقاته وبحكم علاقه تربطوا به تربطوا بهم من قبل، الا انه هذا يثير برشا نقاط استفهام. فما لشكون معناها اللي خذا طياره بالذمه من الخارج وجي حضر العرس سمير الوافي، برشا من الناس فهمتني معناها جات اكسبري باش تحضر العرس سمير الوافي. هنا تطرح كيف كيف برشا تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنو سر معناها شنو البوفوار اللي عنده سمير الوافي كاعلامي باش هو مش بوفوار، هو في فتره من الفترات خرج حديث انه اللي يحب ينظف روحه ويمشي سمير الوافي بالضبط. معناها ثم معناها دونون دونون يبدو انه ثم علاقات مصلحيه اساسا بين هذا الاعلامي وبين بعض السياسيين. الناس تقول بعد ساعات كيبدا اعلامي او سياسي فارغ معناها كيما كل البالونه معناها اللي تنفخها باش تنفخ في صورته وتطلعوا في فتره وجيزه جدا. احنا سمير الوافي مثلا شنو باش افادنا في البرنامج نتاعو؟ يعمل في البوز معناها ني بلوس ني موا. شنو الحاجات شنو هي المعلومات اللي تضافت في برنامج سمير الوافي عن طريق الاضافه للبلاد بشكل عام؟ لا فما حتى اضافه لا للمواطن التونسي لا للمشاهدين لا لحتى حد معناها، حتى في الساحه
الساحه السياسيه ما فما حتى اذا معني نشوفوه يجيب متخاصمين سياسيين ويقعد يتفرج عليهم ويقعد يعطي في الدروس وينظر يقول لك هذا موش اسلوب نقاش وانت سامحني راك ما تعرفش تتناقش عبيد تخرج عبيد تدخل للبلاتو عبيد تغادر البلاتو معني بور كريي لو بوز فهمتني واحنا راهو نعاود نقولها وموش كيما قال عبد السلام قبيله من باب شماته وتشافي بالعكس معني اما نحن نحبوا نحدوا بعض المفاهيم خلي العباد تفهم لانه ما عندناش حتى علاقه لا بسامي الوافي لا غيره نحن في فتره من الفترات البرنامج ميديا وإذاعة المناسير كنا ندافع على سامي الفهري لما كان في السجن ونعاود نذكر بها وخذينا المحامين نتاعي وخذينا برشا ناس علاش لانه ثم قرار قضائي وقتها صدر بانه لابد باش يتم الافراج عليه وما تمش الافراج عليه فاحنا مع القضاء ومع القانون ما احناش مع الاشخاص وراو اي انسان مظلوم يتاكد اننا باش ندافعوا عليه بكل ما اوتينا من 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 قوه ومن فكر هذا جانب ثم جانب اخر تحكي انت على مسيره سامي الوافي مسيره معناها هي نقله فجائيه من محاورات فنيه من فاطمه بوسيحه مع اعتراف فاطمه بوسيحه وفنها القاسم كيفي الفنانين الشعبيين الفنانين التوانسه الممثلين الغيره فمن الفن مباشره معناها الى السياسه شنو قلت نجم شنو الكارير ربما اللي تحملوا انت باش تقوم معناها بمحاورات سياسيه في قناه تلفزيونيه واللي اثبتت مره اخرى انه علاقاته ببعض الاشخاص من اجل اسباب انتخابيه من اجل اسباب سياسيه بحته لا اكثر ولا اقل حتى في البرنامج الفني نتاعو القديم معناها الناس عاودت تفكرت الشيء هذا وكتبته معناها ما شفناش كل حاجه اضافه كبيره معناها حتى طريقه التحاور مع الفنانين اللي يجيبوا الساعه الكاتيجوري نتاع الفنانين اللي يجيبهم مع احترامنا ليهم معناها مش كل فن كله باش نفتخروا به احنا كتوانسه فهمتني معناها الماجوريتي نتاع الفنانين اللي يجيب فيهم معناها مع كامل احترامنا معناها فهمت شفنا شكون قام ضربه بشلاكه في البلاتو شفنا شكون رمى عليه كاسمي معناها ماهوش كل برنامج كله باش يضيف برشا للتوانسه ولا هيك البرنامج المحترم برشا ولا باش نشوفوه احنا قدوه اعلاميه كبيره باش نتعلموا منه فهمتني كيما قلت لك عماد فما مساعي حثيثه اليوم سمعنا بها انه باش يتم اخراجه قبل عيد الفطر دونك لمولو حسب ما سمعت لمولو مبلغ قيمته مليار اللي هو المبلغ غير اللي براتيكمون وصلته له زوجة رجل أرملة رجل الأعمال هذا وعلى أساس باش يعملوا المستحيل باش يخرجوه قبل عيد الفطر احنا عندنا ثقة في القضاء التونسي لمحالة وعندنا ثقة في الحكومة التونسية اللي أعلنت الحرب على الفساد منذ فترة وانا نشوف راه فما حاجات مش قاعدين نسمعوا بهم كل يوم راهي ناس قاعدة توقف في شتى المجالات معناها أكيد أكيد كل يوم رئيس الحكومة شادة صحيح في موضوع الفساد كما كنت تحكي بعد الإيقاف فات اللي ربما حتى ناس ما سمعتش بها لكن ثم خدمة قاعدة تخدم على مستوى رئاسة الحكومة من أجل القضاء ما نجموش نقضيه على الفساد على الأقل التقليل من حدة الفساد في تونس بالضبط ديما يبقى مشكل مكافحة الفساد عماد كما حكينا المرة اللي فاتت راهو مشكل يلزم يكون عنده نظرة استشرافية اللي باش يقاوم الفساد يلزم يكون عنده نظرة استشرافية يلزم يخدم على الأجيال القادمة يبني أجيال على الوطنية وعلى الحس الوطني وعلى الصدق معناها والإخلاص في القول وفي العمل حتى وأنت باش تقص معناها رأس ولا زوز راك ما انهيتش الفساد معناها وانت طيحت شفيق جراية طلعونا 50 شفيق جراية من بعد معني سي باري فهمت مش بالضبط على كل نحاول ومش نحاول نأكد مرة أخرى أنه الموضوع هو اللي فرض نفسه موضوع سامي الوافي وراو نحن ديما نقول ونعاودوا ربي نور الحق إن شاء الله. اللي عنده الحق يظهر وحنا ثقة في القضاء وفي القوانين التونسية وأكيد إذا كانوا مظلوم يخرج إذا كان مش مظلوم كل حد اقترف ذنب أو جرم يتحمل مسؤوليته ما عندناش حتى إشكال معه